السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج المسار الصحيح. في البداية قبل ما نتكلم عن إيه هو المسار الصحيح أو المسارات الصحيحة ومنهجية التفكير، هنتكلم كلام أنا بقوله لأول مرة النهاردة. في الفترة اللي فاتت يمكن أنا اشتغلت في أكتر من مجال، وكان آخرهم مجال التنمية البشرية، وبصراحة تعمقت في هذا المجال وخدت شهادات في مجال التنمية البشرية من جامعة عين شمس، وخدت ماجستير في هذا المجال. ولكن وانا قاعد مع نفسي في وقت ما قعدت افكر، علم التنمية البشرية المفروض ان هو يكون قدم شيء ملموس وناتج ملموس في الفترة الأخيرة. علم التنمية البشرية بقاله دلوقتي يمكن 10 سنين أو أكتر، درس في علم التنمية البشرية مئات الآلاف من البشر، ولكن للأسف بصيت على المحصلة لقيتها صفر. الله، أمال فين الكلام الجميل والكلام الحماسي الحلو اللي هو بيه نقدر نتغير وبيه تقدر تغير الكون وبيه تقدر مش عارف تعمل ايه؟ كلام حلو خالص يعني. فقعدت افكر مع نفسي كده، هو يعني فين الناس اللي اتعلمت بقالها السنين دي؟ الواقع غير كده خالص. انا شايف ان الوضع بيزداد سوء، الاوضاع بتنحدر الى الاسوأ، مفيش جديد. فسألت نفسي سؤال وقعدت أفكر، هو العيب في مين مثلا؟ العيب في المادة، في المنهج نفسه، ولا العيب في اللي بيدرس المادة؟ سألت أخويا الكبير، هو دكتور في كلية الطب جامعة الزقازيق، وحبيت أشوف الكلام ده في الطب اللي هي المعلومات اللي موجودة في علم وعلوم التنمية البشرية دي أخبارها إيه في الطب؟ ده الطب قال عنها إيه؟ قلت له لو سمحت أنا عايز تشرح لي وتشرح لي إيه هو العقل البشري؟ بيفكر إزاي؟ الجمجمة دي، الدماغ اللي جوه الجمجمة بيفكر إزاي؟ فبدأ يقول لي ان في حاجة اسمها القشرة المخية، وفي جزء في القشرة المخية مسؤول عن الذاكرة، وفي جزء مسؤول عن السلوك، وجزء تاني والعقل اللاواعي، وفي مواد كيميائية هي اللي بتأثر على الانسان زي مثلا مادة الادرينالين دي فايدتها كذا، وكل الكلام العلمي اللي احنا هنعرفه بعدين. ولكن خلونا دلوقتي نتكلم عن المصيبة، انا بسميها مصيبة، دجل مقنن مفيش اي فايدة خالص بقالنا، وكورسات وجامعات ومش عارف ايه وفين، مفيش. فقال لي يعني ايه وجه الاختلاف ما بين اللي انا قلته لك في الطب وما بين اللي موجود في التنمية البشرية؟ قلت له ده عكس اللي انت بتقوله ده تماما. فقال لي ده لو كده تبقى مشكلة كبيرة جدا، المفروض ان الكلام اللي انت بتقوله اللي هنعرفه بالتفصيل ده بيعمل للشخص انفصام في الشخصية. في مجال التنمية البشرية مثلا، ان احنا بنعتمد على التلقين، ان احنا ده دي خطوة طبعا، موضوع كبير
ومش هقول ان الموضوع كله غلط، ولكن هو موضوع يعني باطل وملبسينه طوب الحق بس باختصار يعني. فالمفروض ان احنا بنفضل نقول للانسان انا سعيد انا سعيد انا مبسوط، فالعقل يتعامل على انك سعيد ومبسوط فتبقى مبسوط كده اهو يعني. شوف ازاي. لا طبعا مفيش كده. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا ديت وادانا عقل، ازاي نستغله الصح، ازاي نفكر صح. المشكلة ان لقيت في حاجات كتيرة جدا في التنمية البشرية، والناس للأسف بتعلق أملها بقشاية، فبدأوا يلعبوا على ايه؟ ان احنا نقعد نحمس الناس، ان احنا نبدأ نقول للناس والله يلا هتبقى كويس بس مش عارف ايه واعمل ايه، وادخله من كورس ادخله على كورس تاني، وابدأ مش وقصص كتير، وعدى سنين وعدى مش، وفي الاخر المحصلة مفيش نتيجة. المفروض ان الاعداد اللي درست تنمية بشرية وخدت كل المناهج دي المفروض يكون في طفرة، لكن دلوقتي للأسف مفيش اي محصلة، الناتج صفر. لذلك خلونا نبدأ ان احنا ازاي نفكر ونتعلم حاجات علمية صحيحة. فكرنا ان احنا نعمل حاجة اسمها منهجية التفكير، ومن خلال برنامج المسار الصحيح هنبدأ نستفاد بكل المعلومات، معلومات مبنية على واقع، على علم، مش مبنية على كلام وهمي وجزافي وكلام كله حماسي، لا، في ريفرنس، في مراجع، في علم. خلينا نبدأ بأول مسار مفروض ان احنا نصححه. حياة الانسان عبارة عن مجموعة مسارات. هنتكلم النهاردة عن اهم وادق مسار، وهنعرف في الحلقات اللي جاية ان شاء الله معلومات مهمة جدا وبيها تقدر تتغير بجد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. العلم مش ان انا اقول كلام حماسي وخلاص، لا. فاول مسار هنتكلم فيه النهاردة هو المسار الروحاني، علاقة الانسان مع ربه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا خلقنا على الارض قبل اي حاجة، قبل اي هدف. وما خلقت الجنس، يعني ربنا واضحة وصريحة مش محتاجة تفسير. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كان في قبل الانسان جن. الجن ده خرف في الارض وسفك الدماء. ربنا لما خلق الانس خلق الانس ده ليه؟ قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يبقى اول حاجة العبادة، تاني حاجة هنعرفها اهوت. ولكن يعني عشان نتكلم في كل نقطة بالتحديد ونفهم الموضوع ماشي ازاي، خلينا نقول ان في بعض الناس من رجال المال والاعمال نجحوا في حياتهم وبقى عندهم مصانع ومزارع وطيارات خاصة وخدم وحشم وقصور وعايشين في رغد الحياة. ولكن المصيبة الكبرى انك تبص تلاقي واحد بيتمتع بكل رفاهية الحياة وتلاقيه عايش في ضنك، عنده اكتئاب واكتئاب حاد. طب ازاي ما ينفعش؟ لا ينفع.
لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. خلاص، يبقى اول حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان العبادة، وهنيجي لحتة الشغل والعمل دلوقتي، ولكن احنا بنتكلم عن الناس اللي خلاص، عشان دول مش هنحتاجهم تاني في مواضيعنا اللي جاية، اللي هي الناس اللي نجحت بالفعل، والناس اللي هي افادت، والناس اللي هي عملت ووصلت وقدمت. تبص تلاقيهم ناس مكتئبين، يبقى هتبص تلاقيه دايما نقصه الجانب الروحاني اللي هو علاقة الانسان مع ربه. دي اهم علاقة، لان دي اول حاجة ربنا خلقنا عشانها. يبقى عشان ننجح بجد لازم اول مسار نصححه هو المسار الروحاني. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها. يعني ايه؟ طب ما القيامة قامت يا رسول الله، خلاص يعني الفسيلة دي هغرسها ليه؟ خلاص الساعة قامت والقيامة قامت وخلاص موضوع انتهى. لان ده العمل او ان احنا نطور وننمي في الدنيا اللي احنا جينا فيها دي، لان ده عكس اللي كان بيعمله الجن. الجن كان بيعمل ايه؟ خرب في الارض وسفك الدماء. لا، احنا مطلوب مننا حاجة تانية خالص، ان احنا نعمر في الارض ونعبد ربنا، نطور في الارض ونعبد ربنا. هو ده اللي مطلوب من الانسان. طيب تعالوا نتكلم دلوقتي مثلا عن ايه الفرق مثلا ما بين واحد ناجح في حياته وواحد تاني مش عارف ينجح. ومش هقول فاشل، لان الفشل نتيجة والنجاح نتيجة. النجاح هو نتيجة تطبيق قواعد النجاح، مش انا سعيد ولا انا ناجح، انا ناجح فهنجح والهري ده، لا طبعا. فالنجاح ليه قواعد. طب والفشل هو عدم تطبيق قواعد النجاح. فأنا دلوقتي مثلا عندي طالب، الطالب ده قاعد يذاكر ويجتهد ويدرس في المنهج ويدرس في الكتب اللي هو واخدها، وقاعد يحفظ الكتاب من الجلدة للجلدة ويسهر الليل ومش عارف، يبقى حتما ولا بد النتيجة هتكون النجاح. على النقيض، لو في عندي طالب تاني قضى طول الوقت في هرج ومرج وقاعد يلعب ومهتمش، حتما ولا بد النتيجة هتكون السقوط او الفشل. واكبر دليل على كلامنا ان ممكن تلاقي في المجتمع حتى الفاشل ده لو نجح بالغش، شوف هيأثر عليه ازاي في حياته العملية. يعني ممكن واحد يكون طول السنة يلعب ومش عارف ايه بالغش او بالبراشيم او باي اسلوب او اخر ينجح. طب تعالوا نشوف الشخصية دي ممكن تعمل ايه في مجتمعنا، ايه اثارها السلبي في مجتمعنا. مثال ناجح جدا في حياته، تبص تلاقي الدكتور ده بيشخص صح، بيعالج، بيدي علاج صح، بيوصف علاج صح، فالمريض يتعالج صح. وهنبص نلاقي دكتور تاني بيكتب علاج غلط، بيشخص غلط، فبدل ما المريض يتعالج، لا، على فكرة الكلام ده موجود، فبدل ما المريض يتعالج ايه اللي بيحصل؟ المريض بيزداد مرض. وفي بعض الحالات بنبص نلاقي ان ممكن المريض ده يؤدي به المرض او العلاج الخاطئ الى لا قدر الله موت مثلا. فالموضوع
مش سهل ان احنا لازم نتعلم. انا عندي دلوقتي مثلا ازاي ان انا ابدأ بداية صحيحة وابدأ اتعلم وابدأ اعرف وابدأ ادرك الاشياء وابدأ افكر. الكلام ده سهل وبسيط. النجاح مش سر ولا سحر. النجاح ليه قواعد هنعرفها وهنبدأ بيها. يعني انا مثلا خلينا نتكلم عن في دول بنبص نلاقي دولة متقدمة جدا، كل يوم بنبص نصحى الصبح نلاقيها بتقدم شيء يفيد البشرية، ودولة تانية نامية مفيش أي حاجة، ما بتعملش أي حاجة خالص. على فكرة أنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، في ناس مفكرة إن موضوع الإمكانيات المادية ده بيفرق وإن الإمكانيات عليها عامل رئيسي. طب وبالنسبة لليابان اللي ما عندهاش ولا مورد، إن أهم مورد عندها هو الثروة البشرية، العقول البشرية. فالموضوع في ناس بتقول لك مثلا حكومة، الموضوع مش في حكومة ولا مين يحكم ولا مين ما يحكمش، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيهب الملك لمن يشاء، يؤتي الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ما فيش حد بيحكم في ملك الله إلا بإرادة الله. احنا شغلنا نفسنا دلوقتي بمواضيع سياسية وقعدنا نتكل ومستنيين ان الدنيا تمطر ذهب، مش هيحصل. وقعدنا نجيب اللوم من مرة على مش عارف ايه. ما هو احنا لو جينا فكرنا، يعني معلش خلينا نتكلم كلام بعيد عن التطبيل والتهليل والكلام ده كله، هي الحكومة دي مين؟ ما الحكومة دي حد قريبي، خالي، خالك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لازم التغيير من كل واحد في الفرد، صلاح الفرد من صلاح المجتمع. ده اللي احنا عايزين نتعلمه وده اللي احنا عايزين نعرفه لو احنا عايزين ننهض بجد بمجتمعنا، عايزين ننجح في حياتنا. انت بتقدم ايه شيء جديد او انا بقدم ايه؟ او خلينا نسأل نفسنا، نتكلم بصراحة شوية. انت عارفين اهم مشكلة مثلا في مشكلة البطالة قبل ما ندخل في قواعد النجاح او نبدأ نتكلم، ان انا عندي دلوقتي مثلا خريج شهادة ما، الراجل الخريج دوت اخد الشهادة بتاعته دي من كام سنة، الراجل ده معتمد وخد علم معين وقعد ومستني حظه وقعد. طبعا ما بقولش كل الناس فشلة، في طبعا نماذج مشرفة كتير، والنماذج المشرفة دي زي ما احنا قلنا خلاص دول ربنا يوفقهم ودول احنا بنتشرف بيهم وان شاء الله نتشرف بالجميع بإذن الله. ولكن انا بتكلم دلوقتي احنا عايزين نعالج خلل معين، نوصل لحل بجد. مش معقول ان احنا قاعدين ندرس كل الكلام ده كله ونبص نلاقي مفيش اي نتيجة، نبص نلاقي الوضع بيزداد سوء. فانا عايز اقول ايه؟ ان الراجل ده خد شهادته وعلقها. انا عايز اسأل سؤال، انت خريج مثلا طب او هندسة او اي مجال، تجارة، عمارة، اداب، اي حاجة، انت عارف في مجالك ده ايه حجم التطورات اللي حصلت في المجال ده؟ انت عارف ان كل يوم، كل لحظة، كل ثانية بيحصل تطورات قد ايه في المجال بتاعك؟ طب حتى لو عارف بس ده مش جدير ان هو يأهلك انك تشتغل في وظيفة وتلاقي فرصة عمل. ولان احنا لو جبنا مثلا واحد شغال على معدة قديمة، راجل تكنيشن او عامل او فني مثلا، وشغال على معدة قديمة قوي يعني من اصدارها قديم جدا، وجينا جبنا له فيرجن جديد او اصدار جديد مثلا كده، حاجات كده فيها هاي تكنولوجي وحاجات، وقفناه على المكنة دي، هيعرف يشتغل؟ مستحيل. فانت في مجالك، كل واحد في مجاله، مش تقف عند الحتة اللي لان مش هتوصل. الحياة لازم كل يوم نتعلم ولازم الاستمرارية في الحياة. طيب عشان برضو نبعد عن حتة الكلام الحماسي ونعمل وننجح وفي الاخر ما نعملش حاجة خالص، خلينا نتكلم دلوقتي. اول حاجة اذا عزمت فتوكل على الله.
صلح الأول علاقتك بربنا، ده قبل أي حاجة خالص خالص واضحة. لأن لو عملت المستحيل، في ناس نجحت وبرضو هتلاقيهم مكتئبين، فلازم أهم حاجة علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، دي أهم حاجة قبل أي حاجة خالص. بعد كده إن شاء الله هنبدأ نتعلم إزاي نفكر، وإزاي ناخد قرار، وإزاي نصنع القرار، وإيه هو الفكر، وإزاي نتعامل مع بعض. الدين بتاعنا التعامل. وعلى فكرة كل الكلام ده سبحان الله موجود في القرآن والسنة. فأول حاجة إن شاء الله هنتعلمها هو إن الواحد لو عزم فليتوكل على الله. يبقى لازم يكون عندك العزيمة إنك عايز تعمل حاجة بجد، إنك عايز تتغير بجد، لأن ربنا عمره ما هيغيرنا غير لما إحنا نكون عايزين نغير أنفسنا. كل حاجة في جسم الإنسان متغيرة علميا فسيولوجيا، كل حاجة في الإنسان ربنا بيغيرها لك. الدم بتاعك بيتجدد، الجلد بتاعك بيطلع مكانه جلد جديد، الكبد بيطلع مش عارف إيه، كل الكلام ده كله. الحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى سايبها لك أنت وسايبها لي أنا، سايبها لنا جميعا، هو الفكر. إزاي نقدر نستغل الفكر والعقل؟ إزاي ننميه؟ إزاي نطوره؟ بالعلم، مش بالكلام الحماسي، وإن أنا أقعد أقول أنا سعيد وأنا مبسوط وفي الآخر تبص ولا أي اندهاشة، مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي جديد. فأول حاجة إذا عزمت فتوكل على الله. تاني حاجة حدد هدفك، ودي مشكلة كبيرة جدا. في بعض الشباب أو بعض الناس بنيجي نسألهم أنت إيه هدفك في الحياة؟ يعني يقولك بلا هدف بلا بتاع، هدف إيه؟ أنت شايف الدنيا عاملة إزاي؟ أصل الظروف، أصل البلد، أصل الحكاية، أصل القصة، انت عايش ليه؟ انت ربنا خلقك ليه؟ تبص تلاقي واحد صاحي من النوم يتحط له اكل ياكل، سرير ينام، حتى لو عنده شغل بيروح وهو مكتئب. طب ليه ما فكرتش في يوم من الايام ان انت ترتقي بدرجتك الوظيفية دي؟ هتقول لي ازاي؟ بالواسطة؟ لا، بالعلم. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. ربنا عمره ما هيضيع تعبك ابدا، بس انت حاول تنمي نفسك، حاول تطور من نفسك بالعلم، العلم بالتعلم. يبقى اول حاجة اتكلمنا فيها اللي هي ان احنا نتوكل على الله، يبقى عندنا العزيمة للتغيير. تاني حاجة ان انا يكون عندي هدف، مش عايش في الدنيا كده وخلاص. تالت حاجة لما اجي احط الهدف، في ناس عندها اهداف على فكرة، في بعض الناس بيبقى عندهم هدف، بس مشكلتهم ان هم مش عارفين هيحدد الهدف ده ازاي. ما عندوش العلم، ما عندوش الدراية، ما عندوش الثقافة، ما عندوش ده بقى يعني بيبقى تعبان شوية. ولكن سهل، هنقول له ازاي في الحلقات اللي جاية ان شاء الله، ازاي لما يكون عنده هدف يقدر يوصل ان هو يحقق هدفه. طيب هنيجي نتكلم عن ثالث حاجة، وهو ان الانسان اللي بيبقى عنده هدف وعنده علم، يعني في ناس بيبقى عندها هدف وناس عندها هدف وعلم، ولكن للأسف ودي مشكلة كبيرة جدا في مجتمعنا، ان هو بيتأثر بسرعة، بيبقى خلاص خد النية وعزم وتوكل على الله وقرر ان هو يتغير وحدد له هدف، وهدف قابل للتنفيذ مش هدف وهمي يعني، لا، وبدأ يدرس وبدأ يتعلم وبدأ يشوف ايه المعطيات وايه الموضوع ده هيمشي ازاي، وبدأ يعرف وبدأ يدرس، ويجي يبص يلاقي المحبطين اللي حواليه، ودي موضوع خطير جدا. يبص يلاقي المحبطين اللي حواليه، يا عمي بلا مشروع، انت شايف الدنيا هتفشل، ده واحد مش عارف عمل ايه وفشل، ده بقى الكارثة. فتبص تلاقي الناس دي، ده اول حاجة لازم تبعد عنهم خالص، مش تسمع لهم نهائيا، لان
أنا لما يكون عندي هدف ومحدد هدفي وبدأت أفكر وبدأت أقول والله أنا ناوي أتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على فكرة إحنا كل الكلام اللي إحنا بنقوله ده يعتبر آيات في القرآن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، دي آية في القرآن. الموضوع مش سحر ولا سر. أنت عايز تغير المجتمع اللي إحنا فيه يتغير، ابدأ بنفسك. طيب هتشتغل وهتجتهد، ربنا عمره ما هيضيع أجرك، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. بس إزاي أوصل لحتة النجاح؟ أبعد، أدرس الأول أنا هدفي إيه هو، أتعلم وأدرس إيه هي كل الأبعاد بتاعت الموضوع. الكلام ده إحنا بنتكلمه دلوقتي بس كنقاط سريعة، لكن الموضوع عشان إزاي أغير فكري إحنا هنتعمق، بس إحنا مش عايزين في البداية إن إحنا نتكلم، إحنا عايزين ناخد الموضوع كده بشكل مبسط وبشكل بسيط عشان يوصل بطريقة أسهل. فالمفروض ان انا اول حاجة هعملها ان انا هتوكل على الله، تاني حاجة احدد هدفي، تالت حاجة المفروض ان انا اتعلم ازاي ان انا احقق الهدف دوت، واعرف ايه هو الموضوع ماشي ازاي، واتعلم ايه التقنيات اللي انا محتاجها، ايه المعلومات، ايه الكلام ده كله، وابعد عن المحبطين تماما. لان الناس دي عمرها طول ما انت مديلهم ودانك عمرها ما هتخليك تنجح. طيب نجحت، هيقابلك وانت ماشي في الطريق عقبات، اصبر صبر وبشر الصابرين في كل حاجة. اصبر، تنيتك خير وبتعبد ربنا، الجانب الروحاني اتكلمنا فيه انت خلاص صلحته، ده لازم. اجتهد، قدم حاجة للبشرية، فيد البشرية. للأسف في شباب بتبص تلاقيهم ماشيين ولغاية لما ربنا يتوفاهم ما عملوش اي حاجة خالص، ما فادوش الناس، ما فادوش البشرية. ما انت جاي ليه؟ انت احنا جايين الدنيا دي ليه؟ احنا جايين الدنيا دي عشان نطور فيها، نفيد فيها، نضيف ليها حاجة. فهتقابلنا عقبات، هنقول ازاي ان احنا نصبر ونتخطى العقبات ديت، وازاي ان احنا نتفادى العقبات دي. تفادينا العقبات ونجحنا الحمد لله وفضل من الله، هنبدأ نتكلم في حتة مهمة جدا اللي هي الاستمرارية في النجاح. في ناس بتنجح كتير ولكن ما بتستمرش. من السهل الوصول إلى مستوى القمة ولكن من الصعب الحفاظ عليها. عشان أستمر فيه أو أستمر على مستوى القمة اللي أنا وصلت له، ده هو موضوع مهم جدا، والمفروض ان احنا في خلال الحلقات اللي جاية ان شاء الله هنبدأ نتكلم. احنا النهاردة حبينا نتكلم بشكل عام ازاي وايه هو الحاجات اللي ممكن تفيدنا بالفعل بشكل علمي، وان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنبدأ نتكلم باكثر تفصيلا عن كل النقاط دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.